السلام عليكم. فرحانة ومزقططة ومبسوطة. الضيف اللي معايا ده من أرقى وألذ وأشيك ودم وسكر وابن ناس وابن أصول وفنان موهوب متعدد المواهب وحبيب أصحابه وكل الصفات الطيبة موجودة في صديقي وزميلي اللي موجود معايا دلوقتي. ممكن دلوقتي استغل الفرصه وارخم عليه واقول له انا جايبك عشان انجمك، يلا حاول كده تبقى فريش كده عشان الناس تعرفك. بس لا مش هعمل كده عشان هو صاحبي، هو عملها، هو اول واحد عملها فينا كلنا والحياه حرق دمنا. معايا السكر العسول حلهم بينهم عمرو رمزي. انا عيط والله، انا عيط يا عمرو. ازيك؟ وحشني جدا. اولا بقى لي زمان ما شفتكش، وبعدين كانت فرصتي بقى دلوقتي اقول لك يلا 5 4 3 2 1 يلا. طب والنبي اديني واحده 5 4 3 2 1 واحده. اه والنبي تاني تاني ما حرمتيش انت. ده انت عطنا. معلش يعني اكل عيش والله. لا اكل عيش انت، اسم الله عليك انت. من دي كانت اول ظهور ليك يا عمرو في اي حاجه قدام شاشه. اه مظبوط صح. طب ازاي اصلا انا ممثله وعارفه فكرتي يا جماعه ان انتوا اول ظهوركم الكاميرا دي رهبه مرعبه، ففي اول ظهور تبقى بالرزانه دي وانك تمثل على ممثلين عبقر التمثيل، يعني الله يرحمه حلقه خالد صالح مثلا. ما انساهاش انت، خالد لا يستفز الله يرحمه كان بسهوله. ده قام رمى بقى المايك ما هو عشان ليه مفاتيحه طبعا، يعني هو دي الفكره. ليه مفاتيحه؟ انت ازاي كنت قدام كل نجم بتعرف تعمل اللي يناسب تركيبته؟ يعني انا عارف ان انا بدمعه خليتني عيط. خالد صالح خليته يعني تنرفز وهو واساتذه كبار تانيين كتير. استاذ سمير غانم وخالد صالح. انا استاذ خالد صالح الله يرحمه، يعني انا يكفيني النهارده الصبح قبل ما اجي لك لقيت ابنه احمد الفنان طبعا الشاب احمد خالد صالح، هو حد جميل وانا بحبه يعني. يعني كاتب عامل بوست بيتكلم عن انه قد ايه بيحب باباه وقد ايه انه استفاد منه وبيشكره انه رباه وبيشكره على القيم اللي زرعها في حياته والكلام ده كله، وحاطط مع البوست حلقتي مع خالد صالح. يا حبيبي فعايز اقول لك كلمته. تحيه لابننا طبعا احمد ابننا كلنا يعني. فعايز اقول لك كلمته قلت له انت مش عارف انت عملت فيها ايه اصلا حبيبي. لما يعني انت ابوك كل حاجه عملها عظيمه وعسل، فعشان وانت بتكتب بوست عنه على صفحتك الشخصية فتحط حلقتي انا معاه، لانه هو كان حقيقي جدا. بالظبط. انت ما تخضتش من ظهورك الاول؟ وكنت متوقع الدوي اللي حصل في الوطن العربي كله بسببك؟ خالص 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 ما تخضتش. ما تخضتش يعني ما تخضتش من النجاح. لا ما تخضتش. لا ما تخضتش من قعده قدام الكاميرا. لا ما تخضتش. ليه بقى؟ عشان انت ايه؟ عشان مخرج اصلا. طيب يا جماعه اللي ما تعرفوش ان عمرو اساسا مخرج. انا كانت بالنسبه لي برضو معلومه انك مخرج اساسا. فبرافو عليك. بس معتزل يعني حاليا مبطل. انت ما بتخرجش دلوقتي. لا بقى لي فتره، بقى لي كام سنه يعني. رجعت مره كده في النص بس يعني ما عرفتش اكمل. لا ما يعني بختار حاجات معينه قوي 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 لاصحاب قريبين قوي ممكن اعمل تعملها لهم. لكن طيب لما نجم بحجم الاستاذ الهرم عادل امام يشاور عليك ويقول لهم هاتوا لي الواد ده. ايه خضه بنت لذينه دي الخضه. كل البرنامج كوم والخضه دي كوم تاني. انت عملت كام حلقه في البرنامج؟ 60. 60 حلقه مع 60 نجم. 60 نجم دول في كفه وعادل امام نجم العالم العربي لما اصل هو كمان ايه؟ ده هو اللي شاور. ده ميكروسكوب بقى، ما فيش ما بيهزرش. طب كلمني عن التجربه واول لقاء ليك بيه. انا كلمني رامي امام، كنت بين سيت كوم حرمت يا بابا وقبل ما نعمل طبعا او اعرف خالص ان في حاجه اسمها فرقه ناجي عطا الله، كنت سمعت طشاش كده ان هيعملوا فيلم، استاذ عادل امام جامع مجموعه نجوم وهيعمل فيلم. فقلت ما شاء الله ربنا وفقهم. يا ريتني معاهم. يعني كده. فوالله العظيم زي ما تكون يعني سبحان الله ابواب السماء كانت مفتوحه يعني. فكنت عملت حلقه مع رامي فعايزه اتجوز مع هند صبري. وبعدين جينا في يوم لقيت رامي بيكلمني فقال لي
احنا بنعمل مسلسل للاستاذ، والله ما سمعت بقى بيقول ايه بعد كده. اللي بعد والله ولا مش انا مالي بقى انت قول اللي تقوله بقى، انا ما سمعتش بيقول ايه. هم كام حاجه اتقال ورا بعض، انا معاك في اي حاجه، في اي مشهد، في اي بتاع، في اي حلقه، في اي بصي هو ما قالش حاجه يا عمري في تاريخك اصلا انت وانت لسه بتبتدي كمان. لما تشتغل مع استاذ عادل امام ومش اي دور، انت كنت يعني من الاساسيين اللي هم ست كبيره في لبنان قالت لي واحنا بنصور نجعه طلعت لي امك ده عيالك امك ده عيالك. قلت لها امه ده عيالي انا حد قال حاجه كده؟ ما قلتش حاجه والله. امي ده عيالي وستي ده عيالي كمان. ما قلتش حاجه. ده عيالي بصراحه يعني. ف قالت لي امبارح البارحه بتعمل حلهم بينهم واليوم عادل امام امك ده عيالي يا ست رزق يا ست. قلت لها ستي الحمد لله والله. قلت لها فعلا امي ده عيالي فعلا. انت كمان اتكلمت عن ستكم اللي عملته مع العظيم الله يرحمه الراحل الاستاذ حسن حسني، ده بقى برضو الملك. ملك منطقه الضحك. وانا ما اتفرجت كنت حاساه حبك قوي، وزي ما دعم سعد وزي ما دعم حلمي كان بيزقك وكان فرحان بيك. فمن المشاهد اللي بينك وبينه بحس ان عم حسن فرحان بشغلك فرحان بيتفرج. انت كنت عامل كاركتر كمان القروي القروي استاذ جريخم كده ببرشط عليهم هو العشم كله. هو العشم ده. كلمني عن استاذكم ده. بصي انا فخور. وكان قبل الاستاذ عادل؟ قبله. انا برضو فخور. شوفي انا فخور ان لما الاستاذ عادل جه يرجع للتلفزيون امي كانت دعيالي وعملت معاها 30 حلقه من ال 30 حلقه. لما جيت اعمل حرمت يا بابا امي كانت دعيالي برضو وعملت 60 حلقه مع الاستاذ حسن حسني. انا بدعي ان انا متهيألي ان اكتر واحد اشتغل مع حسن حسني. لان انت 60 حلقه. لان 60 حلقه مع حسن حسني. فلما تيجي تحسبيهم ده كام فيلم ده؟ بالظبط 30 فيلم مثلا او حاجه 25 فيلم. فما افتكرش في حد اشتغل مع عم حسن الله يرحمه قدي. انا كانت علاقتي بيه مش هقول كلام مكرر بس هقولك ان اليوم اللي كان بيبقى عنديش مشاهد وببقى في البيت كان بيبعت يجيبني مش هشتغل. هتوه مش هشتغل. انت عارف ان عم حسن انا واثقه انا ما اعرفش بس اكيد كان بيتعامل معاك كانه زميلك اللي في سنك. ما تيجي نقول سوا. طب أيوة. إيه ولو قلت له افيه على فكره يقول لك طب هقوله. يعني لو انت اديت له افيه يقوله بالظبط يعني وانبسط منه لا يعمله عشان يخلق معاك مساحه ان لما بتكوني بتقولي حاجه واحنا بنقلش ساعات غصب اننا بنقول حاجات مش لطيفه يقول لك مش حلو يا مش حلو ما تقولوش. فما تقولوش خلاص. خلاص حسن هو قال لك مش حلو يبقى مش حلو خلاص. ده هو بيعمل لمصلحتك خلاص. امك دعيالك. امي دعيالك. اتنين اباطره. يعني اتنين رستقت فن الكوميديا بالظبط. هو دي بصي انا زي ما انا اقول كده خدت الماجستير مع حسن حسني والدكتوراه مع عادل امام. يا سلام على التعبير. بس كده حلو قوي التعبير ده. فارتحت كده يعني اطمنت على نفسي الحقيقه بعد العملين دول. انت اتنقلت برضو من التمثيل للبرامج تاني. وعملت برضو تجربه كانت عظيمه جدا وجديده. موت روبابيكي. تجربه الاستوديو بتاعك كان ظهر عربيه اللي هو عامل برنامج عربيه يا جماعه ماشيه في الشارع وهو بيعمل برنامج وانت شوارعي. ده انا اسمه لا صح ممثل بتاع الناس وبتاع الشارع. فانت بتعرف تعمل الحاله مع الناس. كنت بنعرش الناس ومشغلهم معاك. هو ده كان امتحان بقى برضو يعني. بصي ساعات احنا لا بتاع كذا ينفع في البرامج خليه في الاستوديو كده الاستوديو قالها بقى اسئله متداري في اصحابه. متداري في المعد والمخرج. والمدير التصوير ومتداري في اصحابه. لا انت انما الشارع ما فيش الكلام ده. انت زي بيقولوا المحرقه اللي هو في وسط الشارع. وما انت يعني ارتجال فن الارتجال. وكنا بننزل ناس من البيوت فعلا. انا كنت بنزل ناس من البيت او اطلع لهم البيت. انا شوف انت بتطلع لهم. في ست قالت لي انا عندي طقم روميو جوليت بس مش عارف انزله من النيش. قلت لها تنزلي ست الكل احنا نطلع له. لا خليه مكانه والله ما هو نازل. وطلعت صورت كنا في شغل. الحاجات دي بتجي لك على الهواء طبعا لانك لا انت عارف ان الست هتقول لك ولا انت عارف الرد وانت خدت القرار كمان لانك مخرج. انا في شبرا. شبرا. فبندور على كوتشي باتا وبندور طبعا باتا يعني ما ينفعش اسف كوتشي باتا كاوتشي باتا. بندور على كاوتشي باتا وبندور على علم اكبر بيت في علم مصر. بندور على طقم روميو جولييت. بندور على عده حلاقه قديمه. بندور على شويه حاجات كده في شبرا هي مش هتلاقيها غير في شبرا. خلاص بس انت لفيت كمان مش القاهره بس. انت شطحت بره سبع محافظات منهم اسوان.
رحت أسوان بالعربية؟ رحنا أسوان بالعربية. طب إيه أحلى موقف ده اللي هو لما بكلمك على برنامج الموقف ده يروح راشق كده في ذهنك على طول؟ في حلقة بورسعيد كنت بعمل حلقة، ربنا يديله الصحة بقى لو موجود، يعني كنت بعمل حلقة مع عن أنا إحنا في بورسعيد، بورسعيد عن المقاومة يعني، فبعمل حلقة عن قلت اللي عنده شظية من طيارة أو من دبابة من حرب أكتوبر هيديله 1000 جنيه. خلاص؟ فنزل لي راجل من جمعية المحاربين القدماء كان في حرب أكتوبر، شوف جسمك بقى أشعر إزاي؟ فنزل لي واحد ما بينزلش من البيت من 23 سنة. خلاص؟ وقف لي في البلكونة وشاور لي بيها كده، خلاص؟ وشاور لي بالكارنيه بتاع المحاربين القدماء. يا حبيبي. فقلت له حضرتك تنزل ولا اطلع لك؟ قال لي أنا عايز أنزل. يا روحي. فابنه نزل لي، قلت له أطلع له، أنا بطلع عادي يا حبيبي مفيش مشكلة نقعد في البلكونة، وقال لي هو ما نزلش بقى 23 سنة عايز ينزل لك. يا حبيبي الله. قلت له خليه ينزل. الله يا عمرو. قلت له خلاص أنا علشان إنه ينزل. مش حبيبي. مش تكلف مني ان ما طلعش. لا ده انت غلط. انا عشان هو حبيبي ابنه اللي عايزه حابب ينزل. يا روح. قلت له طب خليه ينزل. خلاص؟ قلت له يعني قلت له حتى لو قال لك طب انزل ولا ما انزلش، قول له لا المذيع قال لي انزل. المذيع صم. خلاص؟ فنزل. الراجل بقى يبص على الشارع من تحت. اللي هو يعني اول مره يبص على الشارع من يا تحت. يا حبيبي انت خدت ثواب. وبعدين قعدنا نتكلم بقى في موضوع اكتوبر ده. خلاص؟ وبعدين انا بديله، احنا كنا بندي الناس اللي معاها الحاجه اللي بنطلبها، الحاجه اللي ليها قيمه يعني 1000 جنيه مكافاه، وبيحتفظ بحاجته يعني. فانا مكسوف. مش قيمه القدر. وقعدت بعد الحلقه اقول له انا يعني معلش انا يعني بص هي دي لفته البرنامج. بس دي لفته يعني، دول بوكيه ورد مش فلوس، مش قيمه. ولا فقال لي لا انا مبسوط، انا مبسوط ان اتكلمنا على الحرب، ومبسوط ان احنا مبسوط انك جيت لغايه تحت بيتي. انا واقف تحت بيته بالصدفه، انا واقف تحت بيته بالصدفه. قلت له طب والله ما انا ماشي من تحت بيتك. خليني قاعد. والله خليني قاعد. والراجل بقى نزل لنا فطار وعشاء. لا اهل بورسعيد دول اهل الكرم كله. اسالني انا. طب عمرو انت قلبك بيميل للتمثيل اكتر؟ انا حاسه كده. بس في البرامج انت ابن لذينة صايع برامج. لا تمثيل. انا صح. طب انا انت مش بس عملت كوميدي، انت عملت تكتيبات. عملت ادوار اجتماعيه عاديه. بس انت بتحب الكوميدي. طبعا، لانك بتلعب الكوميدي من منطقه شديده الجديه. انت ما يعني انا هجس او شديده الشخصيه يعني، انت من تركيبه زي التركيبه اللي في السيت كوم. دي تركيبه يخرب بيت دماغك. في الكاركتر بلبسه بطريقته يعني اللي هو بس لازم تحسيه حقيقي. يعني مهما حبيت اعمل كاركتر في حاجه كوميدي لازم تحسيه حقيقي عشان يحصل التاتش اللي بين الجمهور وبينه يحصل بقى. طب عمرو صحح لي، انت بتبعد شويه كده وتيجي تاني. ليه بترفض حاجات؟ برفض حاجات مش يعني مش هتبسطني. يعني مش هتبسطني، برفض حاجات ممكن تبسط منتجها. بس انت ابتديت من السقف العالي، انت ابتديت من عند عادل امام. هي دي الورطه. هي دي المسؤوليه يعني، هي دي الورطه الحلوه. خلاص اني بدات حاجات كبيره والناس حباها والناس شايفه ان ده ما ينفعش تقل عن كده. بالظبط. وانت ابتديت نجم الحقيقه يعني من قبل ما تبدا تمثيل. انت عملت زي ما بقول لك نجوميه مرعبه في حلهم بينهم. والحياه الغريبه اللي انت عملته برده ده قدر جميل ومن عند الله يعني، ان اللي بيبتدي مذيع في التمثيل ما انت في التمثيل عملت حاجه جميله قوي. الحمد لله. طب ايه جديدك بسرعه في 30 ثانيه؟ بسرعه الجديد يعني ان احنا لسه بنحضر حاجه يعني ان شاء الله. يا رب المفروض خير. يعني يا رب خير. وهي كوميدي برده باذن الله، فربنا يسهل ان شاء الله. فرحانه ان انا شفتك كمان والله، ومتشرفه وكبرتني كده يعني وزودتني. وانا بحبك جدا يا عمرو يعني مش انا لوحدي الحقيقه، انا وكل الدنيا. ربنا يخليك يعني. اخ محترم فاضل راقي، فربنا يكرمك يا حبيبي. يا رب نتقابل في الشغل ان شاء الله. ان شاء الله. بس مش برنامج بقى تقعد فيا تعيطني كده. لا ان شاء الله باذن الله. انا كنت مبسوطه قوي في الفقره دي قوي قوي قوي، وفرحانه قوي قوي بعمرو، وان شاء الله هتنبسطوا معايا في الفقره اللي جايه. خليكم معانا.